ديالها الان في هذا الدوري الوطني اللي تنظم من طرف عصبه الشمال الشرقي للتيكواندو. نبغي ننبه الاشاره هو ان المنتخب ديال العصبه كيتكون من مجموعه ديال العناصر بما فيهم العناصر اللي كتمثل نادي الملك زيوب اللي كيشرف عليه برئاسه السيد بوسيان مهريه، وكذلك يعني تحت تنسيق رئيس اللجنه التقنيه في العروض الفنيه السي عبد الله بدوي من خيره المدربين ومن اكفاء المدربين على صعيد عصبه الشمال الشرقي، بالاضافه للسي محمد مهريه الابن ديال سي بوسيان مهريه اللي هو كذلك تيسهر على يعني انشاء وتكوين منتخب قوي بما يتعلق بالعروض الفنيه في رياضه التايكواندو اللي ان شاء الله يشاركوا به على صعيد العصبه وكذلك الملتقيات الوطنيه الاخرى سواء اللي نظمها الجامعه الملكيه او في ملتقيات اخرى، بمعنى انه يعني العمل هو قاعدي وعمل تحت اشراف هذه الاطر الشابه اللي كنشجع ان اطفال زيو خصوصا النادي ديال الملك زيو انهم عندهم هذه القريحه وعندهم هذا العمل ديال انهم يخدموا باش يعطيو واحد اشعاع لهذا العروض الفنيه. وكنشكر مره اخرى يعني التغطيه البارزه ديال الصحافه والاعلام الالكتروني من مدينه زيو، بالخصوص كنشكر الموقع المتميز موقع زيو سيتي على التغطيه ديال هذا الحدث هذا، وكنتمنوا ان شاء الله فيما يتعلق بهذه العروض ان يكون واحد التطور ويكون واحد المسايره اخرى، ودائما حنا كنشجعوا لا سي عبد الله بدوي ولا سي محمد مهريه، كنقول لهم شكرا وان شاء الله في الملتقيات الاخرى وشكرا. شكرا زيو سيتي. مدير العصبة